بهدف التعريف بالشراكات المحلية ودورها في بناء النظم الإدارية في المدينة وتطويرها، اختتم المركز الثقافي جالو فعاليات برنامج الشراكة المجتمعية التي استمرت على مدار يومين، شملت عددا من الندوات استهدفت موظفي الشركات المحلية بالمدينة. موجودين نحن في مدينة جالو خلال يومين بإذن الله تعالى لتغطية برنامج الشراكة المجتمعية جالو، اللي نهدفه من خلالها في موضوع التوأمة المجتمعية أو توأمة الشراكات ما بين جدابية وجالو وشخرة، واللي يهدف الموضوع بشكل رئيسي إلى تنمية موضوع تقييم الاحتياجات الخاصة بالشراكات، أيضا إلى موضوع التخطيط المشترك ما بين الشراكات المجتمعية الثلاثة. مكتب الثقافة في جالو يحاول عبر هذا البرنامج أن يبني علاقة تعاونية بين الشركات المحلية ووضع خطة عمل لتنظيم الخدمات التي يقدمها المجلس البلدي بالتعاون مع منظمة التغيير السلمي والشراكة المجتمعية مدينة جدابية وشخرة. اليوم إن شاء الله حيكون هذا الدورة التدريبية التمهيدية للشراكات المجتمعية بين المناطق الثلاث، سواء كان في البلديات جالو وشخرة وجدابية، أو كان في تعاون بين البلديات لمعرفة الاحتياجات الخاصة بالبلديات الثلاثة. بعد اختتام البرنامج يستعد المشاركون للاندماج ضمن بيئة ملائمة للعمل على مساعدة الشركات لبعضها من أجل رفع مستوى خدمات مدينة جالو.